السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة أكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحداث المنح الدراسية. وما تنسوش كمان تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. طيب إن شاء الله بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا، ممكن نقول عليها منحة دراسية وفرصة تبادل ثقافي، تمام؟ الفرصة دي هتكون في الولايات المتحدة الأمريكية. الفرصة دي هي عبارة إنها بتسمح للطلاب في المرحلة الجامعية في درجة البكالوريوس إن هم يدرسوا فصل دراسي كامل، يعني سمستر كامل في أحد الجامعات الأمريكية، تمام كده؟ وفي أي تخصص، تمام؟ طيب، فزي ما قلنا هي هتكون متاحة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني أنت لو بتدرس حاليا في البكالوريوس أو في الليسانس في أي سنة، تمام؟ بس ما تكونش في اخر ترم دراسي، يعني في اي سنه في اي ترم مش اخر ترم دراسي مسموح لك انك تستكمل ترم واحد في احد الجامعات الامريكيه. طيب الفرصه دي اسمها جلوبال ياجر، تمام؟ ده اسم الفرصه دي. المؤسسه المقدمه للفرصه دي اسمها وورلد ليرنينج، تمام؟ دي اسم الجهه المانحه، وزي ما قلنا هي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. طيب الفرصه دي بتشمل لك ايه او ايه المميزات اللي بتشملها؟ المميزات اللي بتشملها انها بتوفر لك الدراسه مجانا، الترم اللي انت هتدرسه في امريكا هتاخده بالمجان، تمام؟ تاني حاجه تذاكر الطيران من بلدك الى امريكا ذهاب وعوده هتكون برضو على حساب المنحه، مش تدفع اي تكاليف. السكن والوجبات على حساب المنحه. تامين طبي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث برضو على حساب المنحه. هيكون في زي راتب شهري، الراتب الشهري ده تقدر تستخدمه في اي احتياجات شخصيه برضو هيكون متاح ليك. اضافه كمان ان انت بعد لما تخلص الترم ده وترجع مثلا لبلدك وتحصل على شهاده البكالوريوس، ممكن فيما بعد انك عادي تقدر تقدم على منحه دراسيه لدراسه الماجستير في امريكا ويتم قبولك، زي منحه فول برايت مثلا تقدر تقدم عليها وان شاء الله بيتم قبول ناس كتيره برضو اذا كانوا اشتركوا في الجلوبال ياجارد قبل كده. كمان بتفتح لك فرص عمل، انت بعد لما تخلص البكالوريوس ممكن تشتغل عادي في امريكا مفيش مشكله، تمام؟ طيب بالنسبه للدول المتاحه بقى في المنحه دي، مش كل الدول متاحه، يعني اغلب الدول العربيه ولكن مش كلها. عندك زي مصر متاح ليها التقديم، المغرب، الجزائر، تونس، السعوديه، الامارات، قطر، يعني في دول كتيره، لبنان، الاردن. وانا في تحت الفيديو ده حاطط لكم مقاله مشروح فيها كافه التفاصيل من حالي وايضا الدول المتاحه، فياريت برضو تعرفوا عليها، تمام؟ طيب بالنسبه بقى لشروط المنحه دي، المنحه دي ليها يعتبر الشرط الاهم ان سنك لازم يكون اكتر من 18 سنه بحلول 1 اغسطس 2021، يعني لازم في اغسطس 2021 تكون اتميت 18 سنه، تمام؟ فيما اعلى مفيش مشكله، لكن على الاقل 18 سنه. المنحه دي كمان انت لازم تكون زي ما انا قلت في اي فصل دراسي ما عدا الفصل الدراسي الاخير، يعني ما ينفعش يكون واحد في السنه الاخيره من البكالوريوس وفي اخر ترم وعايز يقدم، لا لازم تكون يعني مش بتبقي ليك ترم واحد، اي ترم عادي تقدر تقدم عليه ما عدا بس لو انت في الترم الاخير ما بتقدرش تقدم، تمام كده؟ طيب عندك المنحه دي مش بتحتاج اي شهاده لغه انجليزيه، بتقدر تقدم عليها حتى لو مش عندك لغه انجليزيه، يعني بتكون بتعرف طبعا انجليزي ولكن بالنسبه لشهاده اللغه ما بيكونوش محتاجين، تمام كده؟ طيب بالنسبه بقى للاوراق المطلوبه في المنحه دي، الاوراق بسيطه مش معقده، بتجيب كشف درجات لكل السمسترات اللي انت درستها في البكالوريوس، تمام؟ لحد ما انت واقف. كمان بتحضر صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية، لو مش معاك جواز سفر البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية برضو ممكن ترفقها. كمان مطلوب بعض المقالات تكتبها، لو عندك سيرة ذاتية أو أي شهادات إضافية بتحطها. مطلوب خطاب توصية، تمام؟ سواء من أستاذ جامعي، من شخص صاحب عمل، بتجيب أي 2 خطابات توصية وبترفقهم، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى لآخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو 15 مارس 2021، ده آخر ميعاد للتقديم، تمام؟ وزي ما انا قلت متاح ليك انك تدرس اي تخصص انت عايزه في اي جامعه من جامعات امريكا، لان لما انت بتتقبل هم بيرتبوا معاك الجامعه اللي انت تدرس فيها على حسب التخصص اللي انت عايزه، تمام؟ طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي توفير منح مضمونه القبول في دوله الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منحه انت عايزها، خدمه تجهيز الاوراق عشان تقدم بها في اي منحه بنفسك، وخدمه الكورسات، تمام؟ ولو عايزين اي خدمه من الخدمات دي بتلاقوا رابط استمارات الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده او في اسفل المقاله اللي تحت الفيديو، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه منح وفرص كتيره جدا، يا ريت برضو تتصفحوه. طيب بالنسبه للمنحه اللي احنا بنتكلم عليها،
هي دي، هتلاقوا شرح المقالة هنا في كل التفاصيل برضو اللي احنا قلناها واخر ميعاد وشرح الخدمات الاضافية اللي احنا بنقدمها. طيب تعال نبص على الاعلان الرسمي اللي فيه كافة التفاصيل. هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك، تمام؟ هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة هنا مع اخر ميعاد للتقديم، كل شيء مشروح في الموقع الرسمي، وزي ما قلنا ان هو مقدم من مؤسسة اسمها World Learning، تمام؟ فكل التفاصيل هتلاقيها هنا، ان هو برنامج دراسي اخره 15 مارس 2021، الدول المتاحة للتقديم، كل التفاصيل. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم، تمام؟ الابليكيشن مش معقد ولكن محتاج ان انت تمشي فيه يعني خطوة بخطوة، وكل شيء تكتبه بشكل ممتاز واحترافي. فزي ما يفتح معانا دلوقتي الابليكيشن وهنشوف ايه اللي موجود فيه. طيب لما بيفتح معاك اول حاجه بيظهر لك الايميل والباسورد. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على مواقع المنحه، تعمل ايه؟ هتروح تضغط على كلمه ساين اب دي الاول، تمام؟ عشان تعمل اكونت الاول. طيب انت هيطلب منك تكتب الايميل بتاعك هنا، تحط الباسورد، تعمل كونفيرم للباسورد، بعدين تضغط على كلمه ساين اب، تمام؟ ويبقى انت كده عملت اكونت على الويب سايت بتاع المنحه. ترجع تاني لصفحه اللوجن وتحط الايميل بتاعك اللي انت عملت له كرييت، تمام، على الويب سايت، وتحط الباسورد، بعدين تضغط على كلمه لوجن عشان يفتح معاك الابلكيشن وتشوف ايه الاشياء المطلوبه داخل الابلكيشن. طيب هنا هيفتح معاك الابلكيشن بالشكل ده، تمام. انت المفروض يعني هيظهر لك من هنا ان انت تعمل الابلكيشن بشكل جديد، يعني تدخل عليه وتشوف بقى الاشياء اللي موجوده داخله، ولكن انا عشان اوريدي عملت ابلكيشن فبيظهر لي هنا ان انا اعمل عليه ايديت، تمام. فخليني اعمل ايديت واريكو ازاي الابليكيشن بيظهر. طيب بيقول لك ان لسه قدامك 30 يوم بحد اقصى عشان تسجل الابليكيشن ده او عشان تعمل سبميت ويوصل للمنحه بنجاح. هتضغط على كلمه اوبن، هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه بتكون اسئله كويز، يعني الاسئله دي عشان بس ككونفيرميشن على انك مؤهل للمنحه. يعني بيسالك هنا هل انت من احد الدول دي، هل انت مواطن غير امريكي، سنك هيكون 18 سنه بحلول 1 اغسطس 2021، اسئله عنك بقى. بيبدا هنا الابلكيشن بقى بشكل رسمي، اللي هو بتبدا تحط اسمك، اسم العائله، بياناتك، تحط تاريخ ميلادك، الدولة اللي انت اتولدت فيها، دولة الإقامة الحالية، تحط هنا بيانات التواصل معاك، الإيميل الرسمي ليك، عنوان الإقامة الحالي، المدينة والدولة اللي انت قاعد فيها حاليا، والشارع اللي انت قاعد فيه، تمام. معلومات التواصل الاضطراري او الضروري، مثلا في حالة هم تعذروا الاتصال بك على البيانات دي تحط بيانات شخص اخر زي مثلا اخوك، والدك، والدتك، مفيش مشكلة، تمام. هنا الاكاديميك انفورميشن بيقول لك بقى ايه الجامعه اللي انت مسجل فيها حاليا وبتدرس فيها، بتدرس في تخصص ايه، الجي بي اي بتاعك او اخر معدل دراسي كان ايه، التفاصيل بقى دي كلها، تمام. وبيقول لك انت في السنه كام حاليا من الدراسه، تحط كل التفاصيل المطلوبه بالنسبه للدراسه بتاعتك، تمام. واي تخصص انت متاح انك تاخد فيه الفصل الدراسي تدرسه في امريكا في اي تخصص، تمام. طيب هنا دي كلها اسئله، ازاي سمعت بقى عن الجلوبال ياجرد بروجرام وما الى ذلك. معلومات التواصل مع العائله بتحطها برضو، تمام. قدرتك في اللغه الانجليزيه، مستواك في اللغه الانجليزيه، مش مطلوب منك شهاده لغه ولكن هم بيسالوك عن مستواك، مستوى متوسط، يعني اعلى من المتوسط، ضعيف، مستواك كويس في اللغه، كل ده بتحط هنا مستواك ايه. ولو معاك شهاده لغه برضو، لو معاك التويفل او الايلتس بتوضح لهم، تمام. هنا بتخبرهم عن هواياتك، تمام، ايه الهوايات اللي عندك. هنا بقى دي مقالات، تمام، ولازم تكتبها بشكل كويس، تقرا كل مقاله من دول وتكتبها. دي برضو مقالات اضافيه اسمها اساي. هنا في الاساي 1 ده اجباري، لازم تعمله بشكل اجباري. هنا عندك اساي 2 واساي 3، دول بتختار مقاله منهم وبتعملها، يعني مش تجاوب على الاثنين، لا، هو بيقول لك هنا اختار اي مقاله من المقالتين دول ولازم تكتبها هنا. مثلا انا اخترت السي 2 فبيطلع لي المربع بتاع السي 2 او المستطيل بتاع السي 2، السي 3 مثلا هتتغير وهيطلع لي السي 3 اللي انا اكتبها، تمام كده. طيب هنا بقى بتحط البيانات بتاعتك، تمام، اللي هي الخاصه، خاصه بالتوصيات، تمام. هنا حاطين فورم للتوصيات، في حاجه اسمها ريكومنديشن ليتر، لازم تمشي عليه بنفس الطريقه،
تمام، يعني ما ينفعش انك تحطه بشكل اونلاين او بفورم اخر، لازم تمشي على الفورم ده. والريكومنديشن ليتر ده بالفورم ده يعني سهل مش معقد، بتطبعه وبتملاه من اي استاذ جامعي عندك او مثلا صاحب عمل انت كنت اشتغلت معاه، يعني هو فورم بسيط تمام، ولكن مش مسموح لا بالفورم الاونلاين ولا بالفورم العادي. ده الفورم بيكون بالشكل ده، بتحط اسم الشخص اللي بيعمل لك ريكومنديشن، عنوانه ورقم تليفونه وامضائه ما الى ذلك، تمام كده. طيب بتيجي هنا بتحط بقى صورة جواز السفر بتاعتك تمام، او البطاقة الشخصية لو مش معاك جواز السفر، وهنا بتحط كشف الدرجات لاخر يعني سمستر انت حضرته في الجامعة بتاعتك. فليكن مثلا انت في السنة التانية دلوقتي من الجامعة، يبقى تجيب كشف الدرجات للسنة الاولى تمام، او للتلات فصول الاخر. لو انت مثلا بتدرس في الترم الرابع او الفصل الدراسي الرابع حاليا، يبقى تجيب كشف الدرجات لكل التلات سمسترات اللي فاتوا وترفقه هنا تمام. وهنا ده البورتفوليو اللي هو بتاعك، زي السي في بتاعك مثلا تحطه هنا، اي شهادات اضافيه، كورسات، تطوعات، كل ده بيدعم من طلبك تمام كده. فانا كده يعتبر شرحت لكم الابلكيشن. ما تنسوش ان اخر ميعاد 15 مارس 2021، وما تنسوش ان احنا بنوفر خدمات اضافيه، ورابط كل الخدمات اللي احنا بنوفرها هنا، واحنا بنساعد على التقديم بشكل احترافي للمنح ايضا تمام. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق ولكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.